وللحديث عن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني وإعلان إيران رفع عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة 60% في مفاعل نطنز، معنا من أوسلو طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية. مرحبا بك معنا سيد طارق. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا بكم. على أي أساس بنى المشاركون في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني تفاؤلهم؟ هل هناك إحراز تقدم حقيقي بالفعل؟ يعني منذ أن أعلنت إيران استهدافها في محطة نطنز واتهمت بشكل واضح إسرائيل على قيامها بضرب مفاعل نطنز إن كان سايبريا أو إن كان تفجير داخل المنشئة، حصلت كثير من المزايدات بالتعليقات وبالتصريحات عند الإيرانيين. تارة ما يقولون أنه نحن لن نخضع منذ اللحظة إلى كل الإملاءات وإلى كل الأراضي الدولية التي تريد أن تمنعنا من الوصول إلى الطاقة النووية حسب زعمهم، وتارة يقوموا بالتهديد مثل ما هددوا برفع التخصيب إلى 55% على لسان روحاني و 60% على لسان عباس عراقشي، بالإضافة إلى تهديدات القادة في الحراك الثوري وتحديدا محمد باقر غاليباف رئيس البرلمان الإيراني اللي هو يعتبر من قادة الحراك الثوري. فهذه الأمور هي أولا تنظر بتصعيد محتمل في الأسابيع القادمة، كما انها رساله واضحه للمجتمع الدولي وسيما الولايات المتحده، انه يجب على الولايات المتحده ان تخفض من العقوبات المفروضه على ايران، لان وصلوا الى طريق مسدود، اما التخفيف عن العقوبات او اما الهروب الى الامام والهروب باتجاه الحصول على السلاح النووي. في 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 ضوء نعم لانه ايران بصراحه من خلال هذه التصريحات، في ضوء كل هذا كيف ينظر في الغرب الى رفع عمليه التخصيب تخصيب اليورانيوم في ايران الى درجه 60%؟ كيف يقرؤون ذلك؟ اولا اوروبا اعلنت عن استيائها واعلنت عن غلقها، كما أعلن الأمم المتحدة وحتى الطاقة الذرية من هذه الخطوة، لأن تتعثر المفاوضات في فيينا، وحتى إن كانت في شكل مختلف وفي مكان مختلف وبها الدول حتى مختلفة إن أرادت أن تتدخل، لأن هذه الخطوة هي بالضرورة تعطي الرؤية وتعطي الرسالة الحقيقية بالتمرد الإيراني والتملص من تعهداتها من الاتفاق النووي، ولا يمكن لإيران في ظل هذه التحركات أن ترجع للاتفاق النووي، ولا يمكن حتى الولايات المتحدة أن تفكر أن ترجع للاتفاق النووي. هذا يعني في ضوء لما قالوا الامريكيين في الاسبوع الماضي انه احنا ممكن نخفض بعض من العقوبات على ايران، لكن ضرب نطنز وتدخل اسرائيل بهذا الشكل غير كل موازين المعادله، ومن الممكن ان تحصل في الاسابيع القادمه تصعيد ايراني اسرائيلي في المنطقه. نعم. تصعيد ولا شك ان تدخل اسرائيل كان مدروسا وكان بعلم امريكا، يعني هي لم تفعل ذلك بدون علم الامريكان. على اي حال، بين ما هو مطروح امريكيا وغربيا وبين ما هو مطروح ايرانيا، هل تعتقد أن ثمة إمكانية للتوصل إلى بنود ما لتسوية الوضع؟ يعني هناك أمل بسيط أن تخفض الولايات المتحدة بعض من العقوبات والتي هي أساساً مطلب إيراني، أولاً لكسب ماء الوجه للاستهلاك الإعلامي داخل إيران، ثانياً ليقول للعالم أننا نستطيع أن نغير ونؤثر على القرارات العالمية والقرارات الدولية في الملف النووي. هذا ما تريده إيران من خلال رسالها، هذه الرسائل عبر ضرب المراكب، عبر ضرب بعض النقاط، عبر مثلا الدخول في تصعيد مع إسرائيل ومع المجتمع الدولي. فهذا هو مطلب إيران حتى تحصل على أقل شيء يعطيها يحفظ لها ماء وجهها ويحفظ لها هيبتها المصطنعة. لا تنسوا أن إيران بدأت ببناء أربع محطات وأربع يعني سيكشن في منطقة بايشن. هذه المنطقة هي أساساً بالإضافة إلى منطقة خجيرة كان بها
انفجارات العام الماضي، مما أثار كثير من التساؤلات والشكوك لدى الطاقة الضرية ولدى الأمم المتحدة في حيالها. فإيران اليوم تهدد ببناء كثير من المفاعل، وتهدد ببناء وتخصيب كثير من الترانسفيوجات حتى تصل إلى مطلبها، وهو أقل ما يعطي إيران هيبتها في المنطقة، تخفيض العقوبات الأمريكية، المطلب اللي يبحثون عنه. مقابل ماذا؟ مقابل أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم أم ماذا بالضبط؟ أساس الاتفاق النووي هو اتفاق يشمل دراسة كثير من الملفات، فإيران اليوم تلعب بهذه الورقة في سبيل المغايضة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حتى. هذه الخطوة هي أيضا تأتي في نفس الإطار، فمن الممكن بالمستقبل إيران يعني تغايض أو تساوم حتى على كل البرنامج النووي في سبيل إبغائها في سدة الحكم. فهذا أيضا هو وهي ورقة ضغط في المستقبل لدى إيران بتهديدها المجتمع الدولي بالرجوع على الاتفاق النووي ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بقيت يعني بقائها في السلطة وبقيت امتدادها في منطقة الشرق الأوسط كما اتفقت مع الغرب في 2015 على هذه النقاط وهذه الخطوط. نعم، وبذلك تكون المواجهة مستبعدة بوجهة نظرك أستاذ طارق، يعني بين إيران وأمريكا، إلا إذا قامت دولة الاحتلال الصهيوني بمحاولة ما كما فعلت في الأيام الماضية. لم يكن يعني تكهن المستقبل صعب جدا، لكن حسب المعطيات والمستجدات على أرض الواقع كانت إيران تبني كل آمالها وتخطط كل استراتيجياتها بناء على اختلاف الدولة الجديدة الحالية في أمريكا بايدن، على اختلافها مع السعودية. كانت إيران تراهن أن تكون هنالك خلافات كبيرة تحصل بين السعودية وبين أمريكا حتى تستغل الوضع هذا وتقوم بتدخل أكبر وتقوم حتى ببناء جبهة، يعني بفتح جبهة جديدة ضد السعودية وضد الجهات الإقليمية. نعم. لكنها فشلت في هذا ولم تحصل ولم تذهب الأمور إلى هذا النطاق. أيضا روسيا والصين لن يحموا إيران ولن يعني يدفعوا إيران بهذا الاتجاه، لأن لديهم مشكلة أكبر مع أمريكا ولديهم يعني خلافاتهم الجوهرية مع أمريكا، فلا تسمح لهم أن يراهنوا ويغايضوا بهذه الأمور في سبيل إيران. نعم، شكرا لك الأستاذ طارق جاسم الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أوسلو.